السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كيف بقيتوا مع هاد العواشر؟ هاد النهار بعدا الحال مبرد، البارح كان الحال سخون. المهم هاد النهار غادي نشارك معاكم الصالون ديالي، ماشي مبدل طلامط العيد. دابا ماشي هادو طلامط راه ما عندي شويه كتسنا فيهم في هاد رمضان، غنحيدهم وغندير طلامط اخرين للعيد. هادو دابا من قبل وعاود نصوركم من بعد، خليكم على خير حتى نصوركم عاود طلامط غنبدلوه. صافي دابا حنا كملنا الصالون بالفراش، ما بغيتش ندير لكم ديك الروينه اللي كنا هازين السدادار وداك الشيء الروينه، حتى نكمل حتى كملنا عاد ورينا لكم باش ما يجيش الفيديو طويل، كتملوا غير كيكون طويل. دابا هذا ديك الساعات غير هزينا داك الشيء حيت طلامط نصبلم ودرت الطلامط الاخرين وبدلنا الديكور ديال الصالون. رديت التلفازه لهيه كانت الجهه الاخرى، بدلت لها البلاصه وبدلنا الطلامط على حسب العيد ان شاء الله. هاد العواش دابا هاد الجهه من هنا وهاديك الجهه تما، داك الباب كيخرج للكوزينه، داك الباب كيخرج من تما للكوزينه. الناس غير السدادر نقص واحد السده اللي كان عندي خمسه رديت دابا غير ربعه باش ما تجينيش الطبله في الوسط كتعمر ليا الصالون. خليت بلاصه خاويه شويه كنملو نوضو نخملو نوضو. ايوا عاود غير يطلع ليا عاد هادشي في الراس عاود نشقلب نشقلبون نردو عاود طلامط خرينا وردو الجهه الاخرى وهي ماشيه. دابا هاديك البلاصه اللي درت فيها الطبله كانت عندي تما سداري، حيدتو رديت الطبله تما باش ما تبقاليش في الوسط كتعمر ليا الصاله. هاد السداري تما حيدتو، كاينين هنايا في الديكور مشتريات ديال اكسيو، ها المشتريات اكسيو عمرو بهم القنوت. صافي دابا كملناه، ما بغيتش انا نوري لكم ديك الروينه ديال ديك النعازين السداد وكل شيء، حتى كملنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. يلا عواشركم مبروكه وتصليوا ليله القدر ان شاء الله بخير وعلى خير وبالصحه والراحه، والله يهنيكم حتى العيد ان شاء الله ودوزوا عواشركم على خير وبخير بصحه صيامكم.